رايك يا محمود النهارده؟ مباراة عظيمة لمنتخب مصر، يمكن بداية مقلقة شوية، بداية من تشكيل دخول أيمن أشرف مكان حمدي مكان جديد عليه، اتجرب في كأس العرب قبل كده بس ما كانش على قد المنتظر. كان في ماتش الجزائر وقدم أداء كويس جدا في كأس العرب في مباراة الجزائر لحد ما اتصاب وخرج من المباراة. أعتقد النهارده برضو باستثناء الخطأ الكبير اللي عمله في ضربة الجزاء قدم كويس ولا ما قدمش كويس؟ في رأيي إن كان لا أيمن عنده أكتر من كده، لكن مش أقدر ألومه قوي لأن هو مش في مكان اللي هو معتاد عليه، يعني الشوط الأول هو بيلعب في مكان مش معتاد عليه، حتى لو تبص في أغلب اللقطات اللي بيظهر فيها أيمن أشرف بيتطرف أكتر، هو لاعب وسط شمال لكنه بيتطرف أكتر يروح إن هو باك، تصرفاته أو وعيه بمكانه مش موجود وده منطقي بالمناسبة مش حاجة. دايما التاكلينج اول قرار بالنسبه له بالظبط، ودي حاجه اعتقد انا محتاج اخد بالي منها، في فرق ما بين يعني القوه والتهور. بالظبط بالظبط جدا. فدي حاجه مطلوبه من ايمن اشرف، ايمن اشرف لاعب كبير ولاعب خبره، مش هقدر لومه على الشوط الاولاني، بعد كده الشوط الثاني لما رجع في مكانه قدم مباراه مميزه جدا. صح.